هيملى القصر كله فلوس. السلام عليكم. جبت البنك قافل. بنك ايه؟ البنك بتاعك واحد قال لي بتقفله من السبت، عامل لك ايه؟ انت مالك ومال البنك لا مؤاخذة؟ راح اجيب لك فلوس والله. انت راح تجيب لي قرض من البنك؟ كاش بس قافل. مش انت عفريت برضه؟ وابو العفاريت يعني تدخل من الحيط تطلع من الارض تنزل من السقف؟ فكرت اكسر البنك بس خفت عليه. وخفت عليا انا ليه؟ يا ابني انتوا عندكم بوليس ونيابه. يا عم انت مالك ومال البوليس والنيابه؟ قال لي انا مالي، ما انا لو اتمسكت في التحقيق مع اول قفا هقول اسمك. هو انا نازل اتحبس عندكم؟ العفريت العايل اللي طلع لي ده انت عاجب سيرت انا؟ يا عم افهم، لو جات لك ثروه والبنك قافل كل الناس تشك فيك، تعال ننام ونصحى براحتنا اجيب لك اللي انت عايزه، فكر فيها. فكر، ده سواد الليل. مش متظبطه في دماغي بس من هنا لبكره مش هتفرق. طب هننام على طول ولا نلعب اي حاجه بقى؟ احب اجيب كوتشينه لسعادتك اسليك. تعالى اوريك لعب العفاريت بقى. اقعد تعالى ولو كيف. في حد في اصحابك طار في السماء قبل كده؟ ها؟ فوق؟ ايوه انا هاخدك دلوقتي اطير بيك. ها؟ لا يا عم يا جدع تقع مين؟ دي شغلتي الاساسيه فوق، ما تخافش. هي رحله حلوه بس ممكن أعرف. والله ما تخاف، بس خد عليك حاجه تقيله عشان الدنيا برد. يلا اوعى منك والنبي، دفي نفسك بس. اوعى منك، ما تخافش. ايوه اطلع. ايه المنظر ده؟ انا واخد سفراجي معايا القرف ده. انت طالع تحلق دانك عندنا فوق؟ يا سلام، شكلك وحش. طب اعمل ايه؟ لفها كويس عشان الدنيا برد. برد برد. ايوه اطلع يا ابني. هو انا طالع انا وامي؟ اوعى. سيب دي، هات ايدك هات ايدك. ايوه السلام عليكم. واو لو سمحت. مين واو ده؟ واو ده المدير اللي بيخلص كل حاجه. لا والله. واو قول له عفروت. مساء الخير يا واو، انا جاي انا واحد صاحبي راجل طيب قوي يا واو. مساء الخير يا سي واو. ايه الغلاسه دي؟ اوعى تتكلم يأذوك. ايوه واو الراجل ده اكرمني، عايزين نرد له الواجب بقى. بتشرب ميه نار؟ أيوة. كاسين ايه؟ خلي النار لوحدها. ايه اللي انت ما بتشربش الحاجات دي يا سيوة؟ وشكرا. طب قول يا راجل. طب بقول لك ايه، وضب له عشا. طب بتاكل حمير؟ ايوه. حمارين؟ لا لا حمارين. لا انت بتجيب الحاجات دي منين؟ لا اول ما توصل لازم تاكل حمارين. لازم لازم. خلاص يا سيوة، واكل واحد واركب واحد. بقول لك ايه يا واو، شكله صاحب مزاج، اعمل لنا سهره من بتوعك بقى. انت بتتكلم بجد؟ ايه ده انت محظوظ قوي. قال لك ايه والنبي؟ تعرف هو هيسهرك فين؟ فين؟ في الاوزون، وهيعمل لك ترابيزه على الخرم بالظبط. هتسهر في خرم الاوزون اللي بتشوفوه في النشره. شاكرين يا سواء قوي، شاكرين قوي قوي قوي. ان شاء الله مردوده لك، اول ما تزورني هشوف لك اكبر خرم احطك فيه. والله ما هسيبك من غير خرم خالص. انت هتنورنا في خرم الاوزون. بقول لك ايه؟ ايه؟ خلي سواو يشوف لنا بنتين حلوين يسهروا معانا على الترابيزه اللي في الخرم. خلي نيتك حلوه بدل ما نولع في السكه، احنا على سفر. شكلك صايع ها؟ ايوه ايوه واو ايوه جايين. شخصين كام؟ عين. هات 300 جنيه يا استاذ وكيل. يا حاج وكيل. ايوه 300 جنيه لو تكرمت. اللي هما بتوع ايه دول؟ رسم طلوع. هو خرم الاوزون ده بتاع جوز اختك؟ هو مش سواو عازمنا؟ لا سمح لك. ده عازم يا سواو. مساء الخير. ايه ده؟ هات يا 300 جنيه. ايوه بس كفايه 100. هو انا موديك القناطر؟ هات. خلاص. كام دول؟ دول 500. حلوين. ده كل اللي حلتي. ما انا هصرف عليك في السكه، مش هريح في طنطا تشرب. طنطا؟ واحنا طالعين الخرم بميكروباص؟ يا حبيبي اقعد، دي اسرار. ايوه ايوه جايين. هات ايدك يا وكيل. بسم الله. بقول لك ايه؟ ايه؟ من هنا على الخرم بقى. هزور امي بس. لا معلش، حطني انا في الخرم وروح اعمل اللي انت عاوزه. انت مش عارف بيتنا في وش الخرم. يا عم بالفلوس يا عم. حاضر حاضر. انا عاوز اقضي اكبر وقت في الخرم ده. احنا هندلعك. ايوه شخصين. شخصين. واحد اقرع والتاني بشعر. لا مش اقرع قوي، اقرع نص لب يعني كده. اوكي يلا جاهزين. من الشمال. الشمال. بسم الله. جاهز؟ جاهز. واحد. واحد. اتنين. تلاتة. عبرتو. ايه؟ العصافير بتدخل المناخير. عبرتو. ايه؟ النبي على بالك يا عم، انا ما طلعتش المشوار ده قبل كده. على مال ايه يا ابن الفشار انت؟ الله ايه؟ يا استنى استنى. ايه؟ عبرتو. ايه؟ هرجع. 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 ايه يا عم؟ ايه يا عم؟ لسه ما خرجناش من المطار. ما تقول روحك، امال ايه بقى؟ ده انا قلت انت طلعت سبتني لوحدي. الله يخرب بيتك.
انا قلت اسالك وانت سايق عشان ما تنامش في السكه. واحنا طالعين بعربيه نقله نام فين؟ هات ايدك احنا ما طلعناش. الخرم قفل؟ لا يا وكيل ما طلعناش خالص. طيب هات الفلوس. فلوس ايه؟ اللي خدتها اللي هم 500 جنيه. فلوسك انا بعتها خلاص. وبعتها ليه؟ بعتها انت بني ادم ما تشوفش بعتها. ايوه انا ما بسالش اشوف ولا ما اشوفش. تبعتها ليه اذا كنا احنا ما رحناش؟ ما تخافش كتبت لك طالعه. واحنا ننصب عليك كتبت في اي وقت. خد شنطتك واطلع تلاقي اسمك على الخرم خش في الخرم. والله لا اسمي في الخرم اخش في الخرم على طول على خرم الاذون يستقبلوه. يا عم انا مش طالع المشوار ده. وانا بقول لحضرتك اتكتبت لك طالعه. هي طالعه رجب اللي اتكتبت لي. انا مش طالع. اديني المشوار اديني فلوس. طب اطمن عليا ده انا وقعت في الارض. جرالك ايه؟ بعد عنك جالي تروكه. وايه التروكه دي؟ تروكه ده نوع من انواع الحساسيه بيفقدني كل قوتي. بيفقدك كلها يا وكيل. طب الحمد لله انها جات لك واحنا لسه على الارض. ليه؟ ما لو جات لك واحنا فوق انا ربنا يكفيك شر المرض يا رب. وما تعالجش منها ليه؟ يا ابني رحت القصر العيني وانت مرداش وابو الريش ما حلتش. عفريت ده من الاولى ليه ولا حكايته ايه؟ ابو الريش ايه يا عم؟ ايوه وفي الاخر الدكتور قال لامي دي كريزه وبتعدي سببها جواز القرايب. انت ابوك وامك قرايب؟ اخوات. ايوه ايه مالك؟ ابوك متجوز اخته؟ اه ابويا يبقى ابويا وخالي في نفس الوقت وامي تبقى عمتي. انت عارف يا وكيل لما ابويا يضربني ويقول له روح بات عند خالك. أيه. انام جنب ابويا عادي ولا كان حصل حاجه. وانت من مين في العيله دي؟ انا اصغر واحد عندي 3 سنين بس. انا قلت انك عيل. صح. انا قلت صح. وفي كي جي 1. فين؟ انا في كي جي 1. انتوا عندكم كي جي 1 فوق؟ طبعا. تعرف مين بيدرس لي؟ مين؟ ميس شيطان. جيبها لك تشوفها؟ دي قمر. ومستر ابليس بتاع الفرنساوي. عارفه؟ اداك فرنساوي؟ لا ده ياما لعب في دماغي وانا صغير. يلا يا وكيل الدنيا بتلاقي لها ايه؟ يلا ننام عشان اصحى فايق اروح اجيب لك ثروتك من البنك. عاوز دولارات. خدامك يا سيدي. اسمع قول دولارات 10. عارفها الخضرة دي؟ ايوه دولارات. عيوني ملايين. عيوني ورق كبير عشان اعد. انا خدام ربنا يخليك. بونوي 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 بونوي. معادي بكره معادي بعد الساعه دي بكره مع القصر ده اللي هيتملي فلوس بكره. مش زعلان يا عمي بس ما تكلمنيش في مكان شغلي. انا قصرت معاك في قصه المروحه ده انت غريب قوي. طب امال ايه؟ ما تحرجنيش بعد كده لو تكرمت. خلاص السلام عليكم. في حاجه يا اخ وكيل؟ والتليفون لسه شغال؟ لا لا ما فيش تليفونات ولا حاجه. ايه طمني البنوك فتحت كلها والساعه 9 البنوك فتحت. عايز حاجه غير الفلوس؟ لا هي الفلوس بس يا عفوت. انا خدامك ربنا يخليك. فضيلي المجال. اتفضل. انا على البنك على طول.